بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مؤخرا تم طرح خاصية البحث عن الصور باستخدام الصور عبر محرك البحث جوجل. ببساطة، لاستخدام هذه الخاصية نضغط على أيقونة الكاميرا الظاهرة في محرك البحث، هيكون عندنا خيارين للبحث. الخيار الأول هو بوضع الرابط، فمثلا لو عندي صورة من أي موقع بأخذ الرابط بتاعها وضعه في المكان المخصص واضغط بحث. هلا أي صورة متشابهة معها أي شجرة أو صورة مطابقة لإلها حتطلع عندي بنتيجة البحث. زي ما احنا شايفين، اعطاني الصورة المطابقة 100% لإلها، اعطاني معلومات عن هاي الشجرة، وهون اعطاني صور قريبة لإلها. اما الخاصية الثانية فهي برفع صورة لمحرك البحث، فيقوم محرك البحث بالبحث عنها او صورة قريبة منها. مثلا أنا عندي هاي الصورة موجودة على الكمبيوتر، بقوم برفعها وانتظر لحين انتهى. هلا زي ما احنا شايفين، مباشرة اعطاني معلومات عن هاي الصورة واعطاني صور قريبة او مشابهة لإلها. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وبتمنى يتم استخدام هذا التطبيق باحسن وجه. في حال في اي استفسار اي اشكالية، برجاء ترك الاستفسار في التعليقات او مراسلتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.